आजो सरकार आजो आजो जी आजो वो सरकार आर वार अंदर आजो दसने जी फिर कैसी दुकान पे डेकोरेशन इस दुकान पे जी मन क्या लामस करने आओ जी हाफिज साहब शुरू करो أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
آمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار میرے مولا کریم جتنی بھی جملہ کلام پاک پڑھی گئی ہے تام پیش کیے گئے تیری بارگاہ علم یزل میں حدیثا نظرانہ تنقیدہ تن پیش کرتے ہیں مقبول و منظور فرما پیارا یا کائن امدار حضور پر نور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تحفہ تن حدیثا نظرانہ تنقیدہ تن پیش کرتے ہیں مقبول و منظور فرما آپ کی جمعی امت مومنین مومنات مسلمین مسلمات کلمہ گو ایمان کی حالت میں جو چل بسے ہیں جو آئندہ آئیں گے اور ہم سب کے جتنے بھی اباح و اجداد برزہ خیال میں پہنچ چکے ہیں تمام کے روحوں کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں مقبول و منظور فرما تمام کی بخشش و مغفرت فرما میرے مولا کریم اپنے شان کریمی کے صدقے اس قرآن پاک کے صدقے میرے مولا کریم بالخصوص اس دکان کے اندر اپنی خیر و برکت عطا فرما یہ جو بھائی کام شروع کر رہے ہیں میرے مولا کریم ان کے اندر اپنی خیر و برکت عطا فرما اس دکان کے اندر جتنی بھی زمینی آسمانی بلیات ہیں تمام سے انہیں محفوظ فرما حلال کا بے حساب برکت رزق کی عطا فرما حلال روزی کمانے کی انہیں توفیق عطا فرما میرے مولا کریم ان کو اور ہم سب کو اپنے خزانوں سے مالا مال فرما دین دنیا کی بلائیاں عطا فرما میرے مولا کریم ان کو اور ہم سب کو دنیا کے اندر کسی بندے کا محتاج نہ بنا ہمیشہ دینے والا ہاتھ عطا فرما میرے مولا کریم ہم سب کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرما تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما بالخصوص میرے مولا کریم اس دکان کے اندر اپنی خیر و برکت عطا فرما خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما یا فتح ہو یا فتح ہو یا فتح یا رزاق ہو یا رزاق ہو یا رزاق واللہ خیر الرازقین ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأی آلاء ربکما تکذبان وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ میرے مولا کریم جو ہمارے حق میں بہتر ہے میرے مولا ہمیں بن مانگے عطا فرما اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مبارک ہو جی مبارک ہو منڈے جی خیر مبارک جی خیر بس